الخبر اول اللي عادنا عن كشف حقيقة من هي البنية اللي راح صوروا يا محمد جواني الفيديو الكليب الجديد. فجواني نزل على قناته بالمنتدى هذه الصورة، وبهذه الصورة كان كاتب عليها من تتوقعون هذه البنت اللي راح صور وياي؟ فحسب ما اتوقعون هذه البنية حتكون هي هلا الرفاعي، نفس اللي غنت ويا وسام تكت باغنية تيك توك. من الواضح انه هذه المرة هلا الرفاعي راح تطلع وتدس وسام تكت باغنية جواني. اما بالنسبة للدليل فجواني نزل على حسابه بالانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات ظهرت بها هلا الرفاعي بالستوريات مالته وكان يحكي عن الفيديو كليب وتصويره. فكتبوا لنا احباب بالكومنتات هل تجازين هذه الحرب اللي راح تصير بين محمد جواني وسام تكت بالايام الجايه. ننتقل حاليا للقمر مارو ونيرمين مارو، والتقاهم ويا بعض كالعاده بالسر، ولكن هذه المره الموضوع مؤكد 100%. فنيرمين مارو نزلت على حسابها بالانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات لاحظوا بها هذا المكان حط عليه بالدائره باللون الابيض السياره هناك يا حبايب والجاكيت مالتها. وبنفس الوقت يا حبايب قمر مارو نزلت على حسابها بالانستغرام هذا الستوري اللي واضح انه هي بنفس المكان مثل ما شايفين بالسياره، وحتى الجاكيت مال نيرمين كان واضح بالستوري اللي بعده. شو تتوقعون يا حبايب السر اللي قاعد يخليهم انه يلتقون ويا بعض بالسر؟ هل هو خوفا من نورمار انه يعرف الموضوع او شنو السبب بالضبط؟ ننتقل حاليا لبسام انس شايب، وردهم على وقت هم راح يتزوجون. فواحد من اللايفات المباشره اللي فتحوها واحد من الاشخاص سالهم متى وقت ناويين تخطبون او تتزوجون، فردوا عليهم من قال لكم اساسا احنا حنخطب، احنا ما راح نخطب لان ما عندنا فلوس. من واضح يا حبايب انهم نوعا ما قاعدين يتهربون من الاجابه، هل هم فعليا ما راح يتخطبون من الاساس؟ ما ادري الصراحه، احطكم لقطه شوفوها وحللوا الموضوع من نفسكم. عم يقولوا له فيديو الخطوبه ضروري يعني ما انت الفيديو بخطوبة مين حبايبي؟ خطوبة شو؟ بخطوبة شو لسه بدنا داب بدنا مهر صار شو؟ تساعدوني لو كلكم انتوا لو كل 11000 كل واحد يعطيني 5 دولار لو مش دولار. نختار اخر شيء بانس الشايب وفضيحة القمر مار. فانس الشايب وبيسان وقمر فتحوا بث مباشر ويا بعض. انس الشايب صار يحكي على القمر انه هي مرتبطه بشاب عراقي ما ادري شنو، طبعا هي اغلبها مزح، لكن راح احط لكم البث اللي حاب اني اشوفه. تعالوا نلعب تحدي سريع عشان هو ما بيعرف ما عندنا ماله صح؟ انه انا لازم اروح انس، انا لازم اروح انس. تعالوا تحدي صغير. انا عندي لازم اروح، لازم اروح انس. بانج ها ما بيعرف يحكي، انا لازم اروح. I'm going. هاي اساس انجليزي. اه ماي لاف. انا يا لاف لا افضح لا اي لاف اي لاف. في اسرار لمتابعين قمر، في سر عن قمر انتم ما بتعرفوا انه قمر مر. اقول لكم ايش اكمل، تعالوا عند عدالك، تعالوا عند ابو حسين. انس والله بيسد اصوات، تعالوا عندي تابوا حسابي راح احكي لكم. يا حيوان كلكم تابوا حسابي راح احكي لكم كل مماسك قمر. عمي أنا كمان فوتوا اعملوا لي متابعه وكل فضايح قمر احكي لكم اياها. قمر قمر مرتبطه مع واحد عنده جسم عراقي. خلص بعدين اعطيني اعملوا لي متابعه راح احكي لكم كل شيء. اعملوا متابعه على صفحتي راح احكي لكم كل فضايح قمر، كل فضايح قمر. بحب الفضايح. ايه ايه بعد قمر قمر عمرها 15 سنة. ايه عمرها هي بتقلك وطولها وقمر من النوعية اللي بتضل تلبس بلايز وسيحة وبتضل البوت بتضل البوت فل الرباط تبعيه ما بتحب تربطه بتضل تفلت الرباط. اقول لكم وبتشرب البيبسي على نزلته. بس والله حبايب انها وصلت المقطع من مقطع جابكم، تحطون لايك تشتركوا بالقناه تشاركوا في زي مقاطع القصص. مع السلامه.